قصص الآيات. قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه. كان خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام قوي الحجة صائب الرأي ثاقب الفكر، أرسله الله إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام. وبعد أن أظهر لقومه بالبرهان عجز الأصنام، راح يبين لهم أن الذي يستحق العبادة هو الله رب العالمين، لكنهم رفضوا دعوته وتحججوا بأن آباءهم وأجدادهم كانوا يعبدونها. فأقسم إبراهيم أن يهين تلك الأصنام ويكشف للقوم أنها مجرد حجارة لا تنفع ولا تضر. وكان لقومه عيد يقيمونه في كل عام، يقضون أيامه خارج المدينة. ولما هموا بالذهاب إلى عيدهم طلبوا أن يرافقهم فأبى وامتنع، وادعى العلة وتظاهر بالمرض والسقم. وانتظر الخليل حتى انصرف جميع أهل القرية، ودخل إلى مكان كانوا يضعون فيه أصنامهم وحطمها جميعاً عدا أكبر صنم. فلما عاد القوم تفاجأوا بتحطم الأصنام، فتساءلوا بدهشة واستغراب عمن فعل ذلك. فقال بعضهم: سمعنا فتىً يذكرهم يقال له إبراهيم، فأمروا بإحضاره أمام جميع أهل البلدة، وسألوه عمن حطم الأصنام، فأجابهم متهكماً بهم أن الصنم الكبير هو من فعل ذلك، وإذا لم يكونوا يصدقون كلامه فعليهم بسؤال كبيرهم. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فشعر القوم بالحيرة الشديدة، ثم قرروا أن يلقوه في النار. فجمعوا حطباً كثيراً وصنعوا حفرة عميقة وأوقدوا فيها ناراً عظيمة وألقوه فيها. فأمر الله عز وجل النار أن تكون برداً وسلاماً على سيدنا إبراهيم، ورد الله كيد قومه في نحورهم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا قصص الآيات.